بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بارئ النجم والخالق من عجم ومانح القشم الذي علم باللسان والقلم وأنزل الأحكام وألهم الحكم. له الحمد من أجل وقدم وله الشكر إذ هو مول للآلاء والنعم. بعث إلينا رسولا من أنفسنا أنفس العرب والعجم، فعلم وهذب وزكى وقوم وزاد فبين وتمم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شهد الله له بأنه على الحق المبين، وأنه يهدي إلى الصراط المستقيم، وأنه على خلق عظيم، وزاد فخلد على لسانه وببيانه وحيا أهدى إلينا الاستبصار كاملا والتبصير متمما هائلا، ولقنه أن يعلن في الناس قائلا: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله. اللهم صل عليه صلاتك التي صليت عليه، وسلم عليه سلامك الذي سلمت عليه، وجعل صلاتنا عليه وصلة للخيرات والمبرات، ومن جاءت من الآفات في المحيا والممات، ومخرجة لنا من الظلمات الثلاث: ظلمة الوهم، وظلمة الظلم، وظلمة الإثم. اللهم إنك أنت النور فنور بصائرنا بنور معرفتك، وأنت الحق ثبت أقدامنا على صراط هدايتك، وأنت الغني فأغننا بك عمن سواك. عونك اللهم فيما نحاول، وعفوك عن الزلل المداخل، ومددك الممدود لكل متعرض متوسل شائل. وبعد، فقد بلغنا وما بالعهد من قجم، أو بلغ بنا النظر في فصول مقدمة المحرر الفصلين الرابع والخامس، هما أهم فصول التقدمة بنظرنا، وبينهما من الصلة ما هو بين. إذ الفصل الرابع والفصل الخامس بإجزائه بحجان موضوع الإنزال وموضوع التدوين، لأن القرآن من أسمائه الأعلام قرآن وكتاب، لأن من إرادة الله بخصوصه أن يحفظ في موضعين: أن يحفظ مقروءا بما أنه القرآن، وأن يحفظ مكتوبا بما أنه الكتاب. يحفظ في الصدر وفي السطر، أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما. فجاء الفصل الرابع في حديث إنزال القرآن على السبعة، على سبعة الأحرف، والذي يليه في الموضوعات الثلاثة المتضامة تكاملا: موضوع الجمع المراد به الجمع الكتابي، وموضوع تتمة الرسم بالضبط والنقص والشكل وما إليها، ثم موضوع التجزئة بالتخميس والتعشير والتحزيب وما إلى ذلك من ألوان التقسيم المعروفة في علم المصاحف. والصلة كما سبق أن بناكم أن هذا القرآن قرئ أولا وفي مدة زمن رسول الله 23 سنة، نزل منجما باتفاق، وقرآن فرقناه وسمي فرقانا ابتداء لهذا، فرقناه لتقرأه على الناس على وقت، فيكون الفرقان كاسم من اسماء القرآن يرجع أولا لهذا المعنى التنزيلي، تنزيله مفرق حسب الوقائع عامة وخاصة، وليقرأه الناس على وقت يتيح لهم أن يحفظوه وأن يفهموه وأن يطبقوه وأن ينفذوه ويعملوا ما فيما فيه. ولذلك نزوله على السبعة باتفاق من الأئمة الذين رووا الحديث والذين شرحوا، قلنا بلغ من أهمية الحديث أن أفرد بالتصنيف، ذكروا في شبابه ما يدل على أن هذه السبعة توسعة ورخصة كانت في الابتداء. ثم حصل أن تحولت الرخصة إلى غصة، وفهم الصحابة أن هذا لون من التوسعة،
قد يؤدي إلى خلاف ما جعلت له. فيفتح الباب الاختلاف في القرآن والمراء فيه كفر، تنازع في الكتاب، والذي وصل به للكتاب إلى ما وصل إليهم. وسيجيئنا أن من بين أسباب الجمع الكتابي خصوصا الثاني تلافي هذا اللون من لون الاختلاف في الكتاب. فلذلك رأيتم القاضي بن عصية رحمه الله وهو يدخل إلى هذا الحديث ليذكر الخلاف فيه والذي تسع في معناه، وإن اتفق من حيث إسناده على أنه فروغ منه بل أنه متواتر سندا، فلا كلام على سنده، وإنما الكلام في معنى الأحرف وفي معنى كونها سبعة. المراد العدد حاصر أم مكتر للمبالغة أم مشهر لأصول المراجع الخلافي في القراءات. وهل هذه النسخة هذه الرخصة مستمرة أم انتهت؟ بمعنى أنها نسخت لمصلحة الجمع أو نسخ بعضها؟ هذا كلام كله محتمل وكله خاض فيه الأئمة الذين تكلموا في الحديث. وابن عطية أولا قبل أن نذكر بالمحصل المستفاد من هذا الفصل، نستبعد في مفهوم الأحرف السبعة شيئان، تبعد شيئين لابد من استبعادهما، وهو كون سبعة الأحرف تعني القراءة السبع التي في التيسير أو في الحرز الشاطبي. أبدا لم يقل بهذا إمام ولا من له نسبة إلى العلم، وإنما جاء هذا الاتفاق في السبعة موهما للاتفاق في حقيقة الأحرف وأن هي هذه السبعة. ولذلك الإمام المهدوي أحمد بن عمار صاحب كتاب التحصيل ومن هو والذي وصفه الشاطبي بالفتى، فتوة هنا فتوة العلم معرفة، قال يعني ما يشبهني، يقول قال وجدت لو أن المشبع هو ابن مجاهد الذي شبع السبعة وكتب كتابه في السبعة، وجدت لو زاد أو نقص، يعني لو جعلهم ستا أو جعلهم ثمانية حتى لا يشيع هذا الوهم الذي ليس صحيحا من مرة، لأن في القراءات المتواترة ما يزيد على السبع زيادات كثيرة. ثم نستبعد أيضا أن يكون المراد بها أن يقرأ القرآن كله بسبعة، أن يقرأ على سبعة أو كل كلمة منه موضوع أن يقرأ على سبعة، وإنما السبع المنتهى معنى لا يزيد على السبع. عندما قال بالحصر هم قال بالكثرة، فكثرة بالسبع يدخل فيها العرف معنى لا 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 ليس معناه لا يقل عنها بواحدة ولا يزيد عنها بواحدة أبدا. وهذا الأشبه عند بعض أهل العلم بدلالة الحديث، وإن كان بعض سياقات الحديث ترجح أن الظاهرة هو أن السبع حاصرة ولا يزال استزيد ولا زلت استزيد جبريل يعني الأحرف ويزيدون حتى انتهى إلا سبعة. قال خذها كلهن كاف شاف بأيها قرأتم أصبتم، أو كما جاء في الحديث. والإمام اقتصر فيما حكاه من معاني الخلاف في الأحرف وجوها عقب عليها، ضعف بعضها وجعل بعضها محتملا، ثم مال إلى رأي المحققين في نظره في معنى الحروف السبع. فبين أن الذين ذهبوا إلى القول بأنها موضوعات القرآن، أمر ونهي وواعد ووعيد وقصص وأمثال وجدال، هناك من ذهب إلى أن هذه السبعة وأن المراد بها موضوعات الكتاب وأنها أحرف معاني. قال هذا مدفوع أولا بالرخصة، لأن الحديث فيه خفف على أمك، ولا يجوز في النظر تفهم هذا المعنى أن تحمل هذا على أنه رخص لهم في موضوعات الكتاب أن يقبلوا الوعيد ويرفضوا الوعد ويتخيروا في هذه الموضوعات. هذه موضوعات لازمة، بعضها لازم في التصديق، بعضها لازم في الامتثال ولازم في الانتهاء،
فالإنسان لا يقال له بأيهن، بأيهن في النهي بأيهن في الأمر، لا تجري الرخصة في مثل هذه الموضوعات. فهذا لا يتناسب مع سبب الحديث، بل ولا يتناسب مع معنى الأحرف. معنى الأحرف عند بعض العلم في الأحرف يعنى بها طرف الشيء أو غاية الطرف، وهو أقرب إلى دقة في مصطلح حرف. الحرف هو غاية الطرف، مثل ما جاء في المجد، عند المجد في القاموس. وحرف الشيء طرفه أو شفيره، الشفير هو غاية الطرف. ولذلك يطلق على الحرف الهجائي، لأن الكلمة إذا قسمتها إلى غاية أطرافها لا يمكن أن تتجاوز الأحرف الهجائية. حروف أكل قسمها إلى ما يمكن من تقسيم إلى غاية الأطراف، فتقول همز وكاف ولام، كل يزيد اختزل أكثر. غاية أطرافها هي هذه. كذلك في الحرف الاصطلاحي عند علماء الكلام أنه حرف المعنى فيه وعن، لأنها إذا وضعت مع الفعل، مع الفعل الفعالي ومع الأسماء بانت هي الغاية، معناه هي المؤخرة. ومجمع عطفة سيد بن مالك بتم حرف، اسم وفعل ثم حرف فعطفها بتم المزنة بغاية الطرف حتى في المصطلح، لأن الأسماء دلت على معاني في نفسها، تشنادوا ويشنادوا إليها، والأفعال دلت على معاني في نفسها تشند إلى غيرها، بينما في تدل على معنى في غيرها. من تقول في دل على الظرفية فيما دخلت عليه، والباء دل على الملابسة فيما دخلت عليه، هذه من حيث المعنى. أما هي في ذاتها فلا تدل على معنى في نفسها، وإنما تدل على معنى في غيرها، فصارت طرفا. إن كل واحد تدل على معنى في نفسها مع زمن أو بدون التفصيل فيما يميز هذه الكلمة عن بعضها في مصطلح النحو. إذا لا يتناسب مع الفهم الطرف أن تكون غاية أطراف القرآنيات، بل هذه موضوعات أساسية مهمة، الأوامر النواهي الأمثال في القرآن وليس هذه أطرافا. فذلك عقب من هذا لا يتناسب لا مع معنى الحرف ولا مع سبب الحج. ثم أيضا أشار إلى ضعف القول بأن المراد بها ما ورد من الكلمة على معنى واحد بألفاظ مختلفة، وهو يسميه بالمترادفات، كما تقول هلمة في معناها تعالى واقترب واحضر وإلي ونحوه. وكما تقول في الموضوعات التي تجيء من متشابه اللفظ في القرآن، أدخل يدك أسلك يدك واضمم إليك جناحك، كلمات قد لا يستحضرها أو لا تحضر للحافظ فيدخل عليه أي يجعل بعضها محل بعض لعدم إتقانه، فيجوز أن يكون هذا في الأول. فإذا قال لو جوزنا هذا فإنه هذا ممن طاله النسخ، أي أصابه النسخ في الابتداء بعد أن كثر الحفظ واستوتق وتيسرت الكتابة وكثرت. ثم ذكر أيضا أحاديث تدل ديولها على تسليم صحتها بأنها قد تكون، يعني هذه الأحرف فيما يتعلق بالفواصل الفاضلة تعقيبات، لأن الحديث في حديث جاء فيه أن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف كلها كاف شاف، إن قلت عليم حكيم أو سميع عليم أو غفور رحيم فكذلك، أن هذه متقاربة تال والاستدلتها، ما لم تخلط آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب، هو قريب من معنى هذا الحديث. أن هذا كان في تعقيبات الفاضلة في فواصل التي كانت فيها أسماء الله، وهي كثير في القرآن،
فكان في هذا النوع من التسامح أن يقرأ الواحد بما هو من أسماء الله وإن لم يكن خاصا بهذا الموضع في الابتداء إلى أن تيسر الحفظ وقوه. ثم أيضا ذكر ما يرجع لي لمن قال إن هذا الخلف يرجع لي معناه خلف في النطق أي في الأداء الكلم، وامتل له بعبارة أف أو بهيت، هيت هيت هئت، حركات في الهاء وفي الهمزة والياء بدلا وفي التاء. يقول هذه أوجه من اللغات واللهجات والمعنى واحد لا يختلف بذلك. ثم نقل عن سرقسطي صاحب كتاب الدلائل وهو من أوائل من صنف في غريب الأثر، وذكر هذا الحديث وشرحه أنه نقل عن بعض العلم، ولعل من قول عنه هو أبو الفضل الرازي، ليس الرازي صاحب الجزي، هو المعرف عنه هذا النوع. وكذا عن ابن الطيب الباقلاني أنه نقل عن بعضهم أنه نظر في القراءات ووجوه اختلافها فألفاها راجعة إلى هذه الجوامع السبعة، إلى رقم سبعة. هذا نوع من الاجتهاد في رد مختلف القراءات إلى سبعة من الأوجه بالاعتبار، وهذه سبعة من الوجوه راجعة إلى ما بينا لكم وكنتم تذكرون، إلى مسألة الزيد ومقابله والتقديم ومقابله والتأخير والبدل بما يجوز فيه البدل. فترجع المسائل عند التقسيم إلى سبعة، وقلت فيها إذا أردتم أن تكتبوا. وأوجه الخلاف في القراء أو في أوجه الخلاف للقراء إن حصلت في سبعة سل الرأي، في الزيد مع مقدم وبدل وضد ذا، وفي الأخير في الصلي بالضبط والإعراب، في المحصل سبع وجوه قد حواها المنزل. يعني ما يتغير بالصورة والمعنى واحد، وما يتغير بالصورة ويتغير معه المعنى. ومن تقول الصورة هنا إما بالضبط يعني بالضبط حركات، وإما بالضبط نقطا، وإما بحركة الإعراب، ولها أمثلة كثيرة في القراءة. وما يتغير بالتقديم والتأخير، يعني ما جاء فيقتلون ويقتلون، فيقتلون ويقتلون، هي قراءة ثابتة. ولو شاهدت النظر حتى في القراءات التي سميت شدة تجد لها أمثلة كثيرة. نصرا نصرا بشرا كلها مختلف بنيته في الإفراد والتثنية والجمع، خطيئته خطيئاته، والفعل والمصدر تيبنية. أنؤمن لك وأتباعك الأرذلون، واتبعك الأرذلون، الفعل والمصدر ما حيث المعنى واحد. وهذا النوع من توجيه السبع هو الذي نشره أو استظهره ابن جزر بآخرة في الطيبة وقواه ونقحه، وأثنى على صاحب الفكرة من الأصل هو أبو الفضل الرازي رحمه الله، واجتهد في حصره فيما نبناكم عليه بإجمال. وقال في الطيبة في العشر، وجاء في الحجيش أن ربنا أنزله بسبعاتين مهونة، تسير التهوين تسير. وقيل في المراد منها أوجوه، أي أوجوه من المعاني. وقيل في المراد منها أوجوه، وكونه خلاف لفظين أوجاه، معنى أن الخلاف هنا يرجع للألفاظ لا يرجع للموضوعات والمعاني وموضوعات الكتاب. فلخص هذه الوجوه كلها ونصرها. لكن الطريف في المسألة أن ابن عطية لا يميل إلى هذا المعنى منه،
كما أنه لم يضعفه تضعيفا بينا، وحكاه عن الأكابر، وقال إنه من حيث مؤدى في جانب عظيم يؤدي إلى ما يقوله هو. والمذهب الذي مشى عليه هو مذهب أبي عبيد القاسم بن سلام الحجة، ومذهب كبار هو أن هذه السبع هي لغات للعرب نزل بها الكتاب تيسيرا على أصحابها، هي لغات. وهذه اللغات عند من قال بهذا القول ترجع للقبائل السبع التي حازت نعت الفصحى، عربية أفصح عربية في الجزيرة، وهم عرب الوسط كما أشرنا إليكم قبل، عرب الحجاز ونجد وتهامة، عرب الوسط، لأن عرب الأطراف كلهم دخلتهم العجمة بسبب الخلطة، خلطة العاشم، سواء شرق الجزيرة سواء غرب الجزيرة سواء شمال الجزيرة، كان فرس من هنا وأحباش من الجنوب وروم من الشمال، والامتداد الشرقي امتداد العفو الغربي كان فيه هديل والجبال لم يكن معمورا. وهذه القبائل السبع تسمى بقبائل مضر، مضر لغة مضر، وفيها قريش تمثل أم القبائل المضرية، ومعها القبائل السبعة هي كنانة وهديل وضبة وقيس وأسد. وهذه القبائل يعني احتضنت لغة قريش هذه القبائل كلها، وتكلمت في كثير من كلامها بهذه اللهجات. طيب نقول مع القائل من حين نقول إن القرآن نزل بلغة قريش حين اتسعت لشمال هذه اللغة، بل إنها اتسعت لتقبل بعربيتين الأطراف بعد تهجيبها بما سمي عند البعض تعريب المعرب، مش فقط القبائل النادي عربية، ولكن داخلتها لغات عجمية أخرى فاختلطت بها، فكانت بحاجة إلى لون ملوان التهجيب فهجبتها واستعملتها للحاجة، لأن اللغات كما تعلمون لها قدرة على أن تقترب من لغة أخرى بالتداول حين يصبح العالم مفتوحا. احنا لغات نترك الأرض أن نضبطها، نجد أن كثيرا من اللغات دخلتها، ولكن إذا كانت اللغة غالبة ولها منهاجها في القبول والرفض فإنها تخضع الكلمات التي دخلتها إلى معيارية يعني تجعلها فعلا خاضعة لقوانين اللغة. ومعنى كونها نازلة بلغة مضر أو القبائل السبع أن في القرآن من هذه اللغات كلها، ففي من لغة أسد، وفي من لغة تقيف، وفي من لغة تميم، وفي من لغة كنانة، ومعظمه من لغة الفصحى اللي هي لغة قريش. وفصحى لغات العرب ترجع إلى هذه القبائل المسمات بقبائل مضر. ولذلك لا تستغربوا إذا وجدتم مثلا قرشيا مثل ابن عباس رضي الله عنه، يعني لم يستحضر معنا فاطر السماوات، حتى سمع عربيا يشرحها بأنها هو الذي بدأ الخلق، قال يخصم أخاه في بئر يقول له هذا الداعي معه يقول أنا فطرتها أولا، فقال سبحان الله فطرتها، يعني أنا شقيت هذا البئر حفرتها أولا، فاطر. وغاب عليه أيضا لم يفهم معنى ما يفتح الله للناس، يعني في لغة قريش، حتى سمع من يقول أفاتح زوجي، مرأة تقول جاءت تخصمه في زوجي يقول أفاتح زوجي، معناه أفاتح زوجي في مسألة أحاكمه عندك، فأن الفاتح هو الحاكم، ربنا افتح بيننا وبين قومنا أنا أحكم بيننا وبينه. وهذا أسبق لنا أن عمر الخطاب يعني غابت عليه لفظة التخوف ويأخذهم على تخوف، حتى سمع الهدلي ينصر هذه اللغة ويقول هذه لغتنا، تخوف إذا تنقص الشيء
بتدرج تخوفا منها، أي نقص منها يعني آنا بعد آن. وسيدنا قصبة ذكره هناك من مالك الصحابة الكبار، سمع النبي يقرأ في الفجر الصبح صلاة الصبح والنخلة باسقات، فلما أتم أخذ يردد باسقات، يعني إيه ما جاء لم ينالش في لهجته ولا في لغته، احتفوا الشرط له معنى باسقات أو باسقات في من قرأ شادا بالصاد على لغة الإبجال. إذن قرآن نزل للتيسير بهذه الحروف المتكثرة، ونسخ من هذا التيسير ما انتهت مهمته وفائدته باستقرار الحفظ وتيسر الكتابة، وبقي منها ما يفتح الباب لتكثير المعنى أو لحفظ اللغة. تبعونا حفظ لغة الفتح ولغة الإمالة ولغة الإشمام ولغة التسهيل ولغة المد ولغة القصر. والذي يسهل الأمر عندنا في مسألة البقالين يقول ينبغي القرآن يحفظ كما نزل بسبع أشياء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلهن كافٍ شافين فقرأوا ما تيسر. وكان يجيء الصحابة الذين أقرأهم النبي على وجه أو بحرف يختلفون مع غيرهم ممن قرأوا بحرف آخر عليه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يردهم يقول هكذا نزل. والنبي صلى الله عليه وسلم نظر للمدة الواسعة التي تنزل فيها الكتاب، كان جبريل في كل رمضان أي في كل موعد مع زمن نزول الكتاب، إنه نزل في رمضان زمن النزول، كان يعارض النبي القرآن، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعارض القرآن على جبريل. لحمنا على ظاهر المعارضة وأنها مبادلة العرض، قد يكون الصورة أن النبي يقرأ على جبريل ثم جبريل يقرأ على النبي، هذا ظاهر المعارضة، ولكن ما المعارضة تكون من طرف، وهذا هو الواضح والذي حمل الحديث، النبي كان يقرأ على جبريل استشاقا. والغرض من العرضات هذه، النبي عرض 10 مرات القرآن على جبريل، أنا صام 9 رمضانات وعرض عرضتين في رمضان الأخير، فكان المجموع 10 عرضات. والمصار اللي بيقول الشاطبي رحمه الله في العقيلة، وكل عام على جبريل يعرضه، وصح آخر عامين عرضتين يقرأ، وهو في الصحيح. وكانت هذه العرضات لأنه جبريل سبق أن قرأ القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم ليسمعه، قال تعالى في بيان كيف يتلقى النبي الوحي، فقال فإذا قرأناه أي عليك بواسطة الملك، فإذا قرأناه يعني اتبع قرآنه، مراد بالاتباع الاستماع، تابع قرآنه. وقد اعتمده مالك في قضية اتباع الإمام بالاستماع لا بالتلاوة معه، إنما جعل الإمام ليؤتب، فإذا قرأ فأنصتوا، اعتمده في أن الاتباع المقروء إنما يكون بالاستماع لا بالتلاوة، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه أي استمع إليه لا تقرأ معه، لأن النبي كان في الابتداء يعاني من تنزيل شدة ما يلتقي بالملك، اختلاف في الطبيعتين، وهذا الارتقاء المفروض في النبي صلى الله عليه وسلم لكي يتلقى من الملك، فكان يعاني من تنزل الملك شدة في الابتداء قبل أن يصور ذلك عليه، ولأنه مأمور بحفظ القرآن في قوله اقرأ باسم ربك، معناه احفظ ما يلقى إليك، فليس مراد بالقراءة مجرد سمعنا، اقرأ أي استعد لتلقي الوحي حفظا، وذلك القرآن نزل به الروح الأمين على قلبك أي لتعياه بحماطتك. فقد سمعه إذن من جبريل وعرضه عليه، فصح لنبينا صلى الله عليه وسلم غاية التحمل كمالا بالجهتين، سماعا من جبريل وعرضا عليه،
عرض عليه وسمع منه. وعرفنا أن أعلى ما يسمى بصيغ التحمل، أعلى درجة التحمل هو أن سمع وتعرض وتسمع، سمع منه وأسمعه، مع أن واحد منهما كافي فاش في التحمل. لو سمعت من شيخك أو أسمعته فسمع منك كان هذا كافيا في التلقي، خصوص تلقي ما هو منقول بالكتاب. اشترط في إسناد الكتاب هو السماع والعرض، إذا جمع بينهما فهو الكمال. ولذلك يجي في القرآن أنه مقروء ومكتوب، مقروء ومكتوب. فالقراءة سماع والكتابة فيها نوع عرض، لأنك تعرض مقروءك مكتوبا، فيها تمام الاستيطاق. لذلك هذان إذا جمع فقد جمع للحفظ كل أسباب الوثاقة تمهورا. القراءة السبعة أو العشرة التي قيل إنها متواترة، وهو كذلك إن شاء الله، التي تواترت إلينا، ما محلها من هذه الأحرف؟ هل هي بعضها؟ هل هي كلها؟ الجواب عن هذا قال أهل العلم الكثير خلاصته أنها بعض هذه الأحرف من غير تعيين، فلا قلنا ثلاثة منها ولا هي أربعة، وإنما بعض من هذه الأحرف. وفي بقايا بقاء الحجة وإيضاح المحجة، فلا تتريب ولا بكاء على الأطلال في خصوص هذا. مصحف بن عباس يدري، يعني عفوا مصحف بن مسعود من يدري ماذا فيه، ماذا وصلنا عنه، هذا مصحف علي، من يدري ترتيبه ماذا فيه، هذا مصحف أبي. نقول لهؤلاء قراءة ابن مسعود وصلت إلينا بالتواتر عن أئمة القراءة. تعرفوا أن الأسانيد القراءة العصر منتهية إلى حوالي 8 و9 من الصحابة تنتهي إليهم، ومنهم ما ينتهي إلى ابن مسعود، فقراءته تواترت إلينا بإسنادها. وما لم يتواتر مثلنا شددة ونقل شادا لنعرف نوع هذا الشدود كيف، إما قراءة تفسيرية وإما قراءة فيها إضافة لغة من لغة العرب، وهذه حفظت كما في المحتسب وكما في كتب الشواذ التي نقلت بأسانيد موصولة. قراءة أبي المتواتر منها نقل بالتواتر وهي في أسانيد القراء، وقراءة الإمام علي دخل في الأسانيد التي تسند إلى الإمام علي، ومن رواية عاصم مسند إلى الإمام علي، وسيدنا عبد الله بن عباس قرأ على الإمام علي فيما أسند إليه من أسانيد القراء. إذا نقول في أن هذه القراءة العصر التي تواترت هي بعض هذه الأحرف السبع، وفي بقائها كفاية، بل شفاء، شفاء للسائل وكفاية للمكتفي، وبها قامت الحجة وسقط اعتراض من في قلوبها مرض ودخل. ويبقى اقرأوا كما علمتم، كلون اقرأوا كما علمتم، يعني قرأوا بإسناد قراءتي. ولنا أمامنا ضابط سيجيون الحديث عنه في الفصل الموالي، وهو ما أجمع الصحابة عليه في كتابته المصحف الإمام، سمي بالمصحف الإمام. ولن نقول مصحف الإمام لأن مصحف الإمام عثمان هذا مصحف خاص به، أما المصحف الإمام فهو الذي نصب للناس ليجعلوه قدوة وإماما، وهي مصاحف وليس مصحف واحد إمام، انتسخت منه مصاحف الخمسة على الراجح كما سيجيون إن شاء الله بيانا. قلت إما كنتم في لمح النظم في مسألة القراءات العشرة المتواترة ومحلها من الأحرف، وهذه العشر التي تواترت هي منها بالقطع وبالنص كفت، هي منها بالقطع أنها من هذه الأحرف، لأن الله تعالى حين قال نحن نزل الذكر وإنا له لحافظون، لا يعني أن حفظه بكل حرفه، حفظه بما تقوم به الحجة وقد حصل. وهذه العشر التي تواترت هي منها بالقطع وبالنص كفت، وبعضها نسخ كما سبق لكم منه، هذه الرخصة التي كانت في الترتيب أو في التعقيب بالأسماء الحسنى أو في التقريب للمعاني في المتشابه اللفظي، هذه إذا كانت جائزة من الوجوه التي سمح بها ابتداء فقد نسخت،
لمصلحة الجمع وسد لذريعة الاختلاف. وبعضها نسخ أو شذذ، معنى شدد لم يستفد، ولم يجي صاحبه بما يعضد أنه مقرؤ معه، فرجحت عليه قراءة المستفيضة والمشتهرة على الشاد، على من جاء مسندا من طريق واحد أو قريب من واحد. وبعضها نسخ أو شدد أو أزيح للجمع بمصحف رأوا، معنى أزيح لمصلحة الجمع كما سيجون بيانه إن شاء الله في المصاحف. معظمها في الحق، أكثرها يرجع للكيفيات، يعني للبنية، لصياغ الأداء، هذا معظمها. معظمها في الحق كيفيات، أنبى بها الحرف فلا افتئات، فالحرف وجه ذو اتصال قد بدا، وحروف الشيء حدوده فدا. حروف الشيء هي ما منه ولكن ينتهي إلى طرف يدل عليه، فلا يمكن الحرف أن يكون ضدا، ولا يكون الحرف الاختلاف أن يكون نقيضا، فحرف الشيء منه ودل عليه. انتبهوا لمسألة إطلاق الحرف. وحفظ الذكر بما منها بقي، والحمد لله اقرأن وارتقي، ما بقي منها حفظ به الذكر. وسقط اعتراض من به دخل، وقامت الحجة بالذي قد حصل، الذي قد وصل قامت به الحجة. وكلها كف وشاف فاقرأوا بما به قرأتم لا تلكأوا، قرأ بما به قرأت، اسند قراءتك. وبهذا النظيم ننتقل إلى باب الكتابة، كتابة هذه الأحرف، كيف كتبت هذه الأحرف في مصحف واحد، كيف كتبت أولا في الصحف ثم فرغت في مصحف الإمام، ثم انتسخ من هذا الإمام أئمة، أي مصاحف أخرى للاقتداء وللتوجيه في الأقطار. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحفظ الذكر هو وقراءته، ودائما إذا سمعتم في القرآن وفي السنة قرأوا في المحمل الأول واحفظوا، بالك قرأوا القرآن المراد بالأول احفظوا، وما جاء من التناء والتنويه بالقارئ فالمراد به الحافظ. انظروا إلى كتب التراجم، معرفة القراء الكبار، شو القراء يعني الذين يقرؤون في المصاحف، وإن كان لقراءة المصحف فضيلة، أنك تقرأ معملا أداتين، لسانك وعينيك، تقول هذا من حيث كونه أنك تتعبد الله بأداتين، يكون هذا أرقى من هذه الجهة ممن يقرأ عن ظهر قلب، لكن هذا لا يعني المزية، لا تقصد التفضيل بإطلاق، يكون هذه عندها مزية، لا تقتضي التفضيل على الحافظ. وإذا كان جاء في أحاديث كثيرة باب فضل من حافظ عن ظهر قلب، وقال صلى الله عليه وسلم في الذي جاء يعني يرغب في الزواج، قال لن سمعي إلا آية بعض الصور من الكتاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتقرأهن عن ظهر قلب، بالك أتقرأهن، قال نعم يا رسول الله قرأهن، معناه فراجعه صلى الله عليه وسلم في نوع القراءة، يدل على أنها وإن كانت محتملة، فالذي يدل على الفضيلة والقراءة من غيب، قراءة غيبا، وهذا يطلق الحفظة والحملة على هذا النوع من استيعاب الذكر صدره. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقراءة الوحي حفظا وتلقي، وكان صلى الله عليه وسلم يتهجد به ويعارضه كلما اجتمع قسم منهم ناس في رمضان. وهذه الأشياء إن شاء الله تحتاج إلى بعض فصل أو تفصيل سنذكره فيما بعد. أقول قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، آمين، والحمد لله رب العالمين.